السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستاذي الكريم فضيلة المرشدين، الإخوة الكرام جميعا، الأخوات الفضلات، الحمد الكريم، إنني في هذا الوقت أشعر بمنة الله علينا وفضل الله علينا والأفضال التي لا تعد ولا تحصى. إن ما في مصر الآن لا تستطيع هيئة أو مؤسسة رسمية أو غير رسمية أن تقوم بإصلاحه، فإن ما فعل في مصر منذ الستينات من سوس دخل على العظام فأفسدها، وهناك يكاد أن يحرق الأخضر واليابس. وجدنا أبناء تعق الآباء، وآباء والأبناء يشربون معا ما كان يستحب منه بالأمس. ووجدنا في عموم الشارع والأماكن مفاسد أخلاقية يندى لها كل مسلم وكل مصري وكل متدين بأي دين، لأن الأخلاق متفق عليها من الأديان كلها. لذا كان لابد أن تقوم هذه الجماعة الغراء بدورها في هذا الشأن. لخص هذه الدعوة، وإن كان يقدم اليوم أربع مشاريع، هي المعاهد العلمية التي ستفتح أبوابها لكل أفراد المجتمع وستطرح في جميع المحافظات، بل لنا إلى علمي أن بعض المراكز ستقيم هذه المعاهد المستقلة في كل مركز واحد. والمشاريع التي أشار إليها أخي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن، لكني أرشح فضيلة المرشد والإخوة الكرام جميعا أن الأمر لن يتوقف عندنا عند هذا الحد، بل ستسبق مشاريع وتلحق مشاريع. سوف تسبق مشاريع العناية بطلاب الأزهر جميعا، بدءا من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية في الجامعة، كما نجد في الكثير منذ سنوات فصول تقطيع لطلاب المدارس العامة والثانوية العامة وأمثالها، بينما طلاب الأزهر لا يحظون بمثل هذا. فقد وضعنا لذلك خطة تنتهي قريبا، ثم ينزل بها إلى الشعب والمناطق للقيام بها. وكذلك طلاب جامعة الأزهر هم ملء العين والقلب، ولهم منا كامل الاحترام والتقدير، ويجب أن نقوم بحقهم عليه. علاوة على ما ستسمعون من باقي المشاريع، ونحن بهذا بفضل الله لا نخص الرجال دون الناس. كيف وهن نصف المجتمع؟ كيف وهي الأم المربية المعلمة؟ إنني أذكر من أمي رحمة الله عليها، وقد كانت امرأة أمية لا تكفي، ولكني حفظت منها مثل أبي شجاع في فقه الشافعي، وحفظت منها كلمات ما فهمت معناها إلا بعد انشغال النفوس، ولبست النظارات من كتب الإدراك كانت تحفظها من أخوالها ومن أجدادها. هكذا الأم إذا ربيت على التربية الصحيحة وملأ أصدار العلم الشرعي الحقيقي، استطاع أن تخرج لنا أجيال امتهنت كل المهن وعلم الشريعة في صدرها وفي قلبها. على الذي يحب الواقع أن جماعة الإخوان في هذا ليست في تنافس مع الأرض الشريعة ولا مع الجمعية الشرعية ولا مع الدعوة السلفية،
ولا الجماعة الإسلامية ولا غيرها.